اليوم من القلب إلى القلب. كان يوما مشهودا في الجامعة لأن الدكتور إبراهيم ألقى محاضرة قيمة عن القلب. كل جزء من القلب يقوم بدوره، فالبطين يضخ الدم خارج القلب والأذين يتلقى الدم الداخل إلى القلب. ولكن من هو الجالس بين الطلبة يستمع إلى المحاضرة؟ إنه الشرير خربوط. ما الذي يخطط له الآن؟ هذه المحاضرة مملة، عندي طريقة تجعلها أكثر إثارة. لا لا، دكتور إبراهيم منشغل في محاضرته ولا يدري أن خربوطا يهم بتغيير حرف القاف إلى كاف لتصبح كلمة قلب كلمة كلب. هذا هو يومك أيها الكلب. يجب أن تتأكدوا من هذه الملاحظة، كل جزء من القلب يقوم بدوره. نحن بحاجة ماسة إلى أبي الحروف الآن. هو يقفز من الصف الثاني. أقوى من الشدة، أطول من المدة، أحد من السين، أهدأ من السكون، أسرع من لمح العين. إنه الرجل الطائر، إنه الرجل العجيب، إنه أبو الحروف. هو يزيل حرف الكاف من كلمة كلب وينتزع حرف القاف من قميصه محولا الكلمة إلى قلب. أشكرك من كل قلبي يا أبا الحروف. قلبي معك. هل يستعيد خربوط نشاطه استعدادا للامتحان القادم؟ تابعوا معنا الحلقة القادمة من مغامرات أبي الحروف.